جمالها من بره بس الحقيقة غير كده مختلفة بالمرة. عالم عبارة عن صور جمالها من بره بس الحقيقة غير كده مختلفة بالمرة. بقى حلنا ده الظاهر معلش ما تاخدش بالظاهر عالوش ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس في زماننا ده مش فارقة خلاص ذهب من فاصه. بقى حلنا ده الظاهر معلش ما تاخدش الشيطان والدلاز لقى اللي يضحك عليه. مش انت بيتك من ازاز بتحدف الناس بايه؟ العيب مالينا وبنلعن في عيوب حوالينا وعمالين نطحن جوانا وجوانا ده مين عالم بيه؟ بقى حلنا ده الظاهر معلش ما تاخدش بالظاهر عالوش ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس في زماننا ده مش فارقة خلاص ذهب من فلوسه. بقى حلنا ده الظاهر معلش ما تاخدش بالظاهر عالوش ده الطيب نخلصه. أمارة نفس الخلق يا ناس في زماننا ده مش فارقة خلاص ذهب من فلوسه. وكل ده على أي أساس ده العمر كام مرة؟ وكل ده على أي أساس العمر كام مرة؟ مش هتاخد مني حاجة إلا بالحلال. ما قلتلك اصبري عليا شوية، الولية شكة فيا ودايرة تشمشم ورايا. الله، ومالك خايف منها قوي كده ليه؟ أنا ما بخافش إلا من اللي خليني، بس أنا عندي أصل، وبعدين دي أم البنات ووقفت جنبي العمر كله. أهو ده اللي عاجبني فيك، مش زي الرجالة التانية تاكل وتنكر. أيوة أحبك قوي وانت عقلة. هو انت خليت فيا عقل؟ طيب يا مجنونة، تحب نروح فين دلوقتي؟ اي مكان، اي مكان معاك يا حبيبي يبقى جنة. الله، انت دلوقتي يا حنفي فهمت كل حاجة، عشان كده عايزك كمان يومين تروح تقيم في موقع العمارة. يا باشا انا ممكن اروح من دلوقتي. يا حنفي الباشمهندس بيقول لك بعد يومين
عشان نكون جهزنا لك مكان تقدر تعيش فيه وانت مرتاح. يا بيه ان شاء الله نام في الدروه الخشب اللي هناك، انا بطولي مش هتفرق معايا. اسمع الكلام يا حنفي، الاوضه الخشب اللي هناك فيها عمال احنا متفقين معهم انهم يحرسوا الموقع لحد ما انت تروح تستلم منهم، كلها يومين كده والمهندس جورج يكون جهز لك الكرفان بتاعك. مش فاهم سعادتك. اوضه بدوره ميه زي اللي بيسرح فيها المهندسين بالنهار. يلا بقى يا حاجه سميره شوفي لي فنجان انا الاول. لا انا هستفتح بالحلوه دي الاول. بقول لك ايه يا حاجه سميره، انا اللي عندي هنا يا حبيبتي كلهم حلوين وزي القمر فرز اول. عايزاك تشوفي لهم الفنجان بقى وتريحي قلبهم. سلامه قلبهم يا روحي، هو انا ورايا حاجه غير راحه الحلوين اللي زيكم؟ بس بقول لك ايه، اي حاجه تشوفيها قوليها على طول، احنا ما بنخبيش على بعض. اه احنا ما فيش بينا اسرار، احنا مفتوحين على بعض على البحر. يعني يا اختي بحري وقبلي انت كمان، افرض شافت حاجه كده ولا كده تقولها برضو. احنا ما عندناش حاجه نخاف منها يا ست نانا. وبعدين بقى انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ خلونا نسمع الحاجه. هنسمعكم انتوا ايه يا جماعه؟ خناق ايه؟ كفر للشر. ايه انتوا هتقلبوها غنم ولا ايه؟ يلا يا حاجه سميره سمعينا كلامك الحلو. انت باين عليكي شقيه قوي. انا ده انا غلبانه والله. انت جوزك بعيد عنك ليه؟ اصل شايفاكي وحدانيه من غير وليف. اصل وليفه في عمان يا حاجه. وعمان دي بقى اللي في الاردن ولا في الخليج؟ لا اللي في سلطنه عمان يا حاجه. اه هو جوزك بيشتغل في ايه؟ تاجر. هي التجاره دي بقى اللي شغلها عنك قوي، وفاكر ان الفلوس الكتير اللي بيبعتها لك هتعوضك عن وحدتك. هي دي تحس بالوحده؟ دي عايشه بالطول وبالعرض طايحه ولا بيهمها حاجه. والله معايا ولا مش معايا بحس بالوحده برضو. ايه يا حاج خلصت فنجاني بسرعه كده ليه؟ جرى ايه يا شابه؟ ده انا بقالي نص ساعه فنجانك، مش خلاص بقيت الستات الحلوه دي؟ ده انتوا ما شاء الله خمسه في عين العدل. يلا يا حاجه شوفي فنجاني. ما تزعليش انا ليا قاعده طويله معاك بس لوحدنا. ابسطي يا ستي هتعمل لك قاعده خاصه. ها في ايه خير؟ يا عيني عليك يا حبيبتي انت متضايقه قوي، في واحده بيضة قرفاكي في عيشتك. في ايه بتبصي لي كده ليه؟ لا دي عدوه مش حبيبه زي الست نانا. الله والعدوه دي عاوزه منها ايه؟ ما تخافيش بس خلي بالك انت من البيت بتاعك وطولي بالك عليه عشان ما يهربش من عشه. عشه؟ عش ايه؟ هو انا بشوفه اصلا؟ ده كل يوم في بلد. ليه هو ده العادي بيشتغل طيار؟ لا يا حاجه مش طيار، ده بيشتغل في الاستيراد والتصدير. ما شاء الله يعني مصنع للنسوان. طمنيني بس مين الست البيضة دي؟ مفيش واحدة بتحوم حواليه بس مش هتقدر تاخده مني. أيوة عايزة أعرف هي مين إن شاء الله. كفاية على غالية كده، شوفي لنا بقى يا حاجة. أنت بتشتغلي إيه؟ سواق. والله يا بشرى يا حبيبتي ما بعرف شو السبب، هو فجأة قدم استقالته من المدرسة ومشي. ما بعرف هيدا من حوالي شي 10 ايام بالكثير. لا طلال منه قريبي، هيدا لانه سوري كل المدرسه عم تفكر انه قريبي. ما تزعلي حالك حبيبتي الموضوع ما بيستاهل. خلاص حبيبتي سلميني على البشمهندس والولاد. مع السلامه. عتبه جديده تتجوزي تاني يا بنت ولا ايه؟ يا اختي يا ريت يسمع من بقك ربنا يا حاجه. يا بنت بطلي، ده فريد جوزك زي الفل وبيموت فيك. يا اختي يموت وسط اهله. العتبه دي يعني مسرح جديد، شقه او فيلا يعني؟ باين عليكي ما صدقتي وعايزه تفلسعي الراجل. افلسعه ده ايه؟ ده لازقه بغيره. يا اختي احمدي ربنا انه لازق، ده الرجاله اليومين دول يا حبيبتي ما بتلزقش، دول مبلغين فرار طفشانين على طول. لا يا حبيبتي مش كلهم. طب هاتي بقى يا زغلوله لما اشوف لك فنجان. اما اشوف بقى شطارتك معايا. انت باين عليكي شده حيلك قوي على الاستاذ بتاعك. اه يا اختي قويه قوي مع انه بيدوب في كعب رجليها. الله اكبر ما تنقيش. ماما عاوزه اشوف الفنجان. بنتي يا مفروسه انت فنجان ايه؟ خشي اقعدي مع فريده اختك. ايه يا ماما بقى؟
بقول لك خشي اقعدي مع اختك، ابوك هيطب علينا زي القضاء المستعجل دلوقتي، عايزين نخلص. خلاص هقعد معاك واتفرج عليك وانا ساكته. اسمعي الكلام يا شذا، انت لسه صغيره وعينيكي مغمضه. خشي انت دلوقتي يا حبيبتي وانا هجيلك، بس تبقي تجيبي اصحابك اعمل لهم القهوه واشوف لهم الفنجان. قهوه ايه يا حاج؟ دول بيشربوا هوت شوكليت لاتيه. يا رب بابا يطب عليكم. خشي خدي يا حاج، شوفي لي فنجان، شوفي لي خيبتي يا اختي. خيبت ايه بعد الشر عليك؟ ده انت فل، ده حتى فنجانك منور اهو. منور بايه يا حسره؟ بلمبه جاز ولا بنيون؟ ده ايه اللي عمل في العربيه كده يا رفعت؟ رفعت ايوه يا ست هانم، في حاجه؟ في مصيبه. مصيبه ايه؟ كفالة الشر. اتفضل شوف، شوف عربيتي. يا نهار ابيض، هي جت في حضرتك؟ يعني ايه؟ اصل حضرتك دي مشكله قديمه بين سكان عمارتنا وسكان عمارتها. مشكله ايه وزفت ايه؟ انا في عربيتي اللي اتدشدشت. ما انا بقول لحضرتك اهو، ده طرق قديم ومن ساعتها ايه ما بيطقوش حد من عمارتنا يركن عندهم. انا مش فاهمه حاجه، مش تصرف بني ادمين ابدا. انا هروح شغلي ازاي؟ اسود الشيكات. اهدي بس يا بشرى، اطلعي انت البيت وانا جاي لك على طول. مع السلامه. خير يا باشمهندس. ربنا يستر، عربيه المدام اتكسرت واتسرق منها شيكات. انا مش فاهم بس ايه اللي يخليك تسيبي الشيكات مهمه زي دي في العربيه؟ ما هي الشيكات دي كنت هديها لماجده، الشيكات جت متاخره، كانت ماجده مشيت، خفت اسيبهم في المدرسه قلت اجيبهم معايا البيت، حطيتهم في تابلو العربيه، من كتر بقى الوش اللي في دماغي نسيتهم. اعمل ايه بس يا ربي؟ هقول لها ايه؟ اكيد هتلاقيها فرصه وتستعملها ضدي. شفت؟ شفت يا كامل اللي بيحصل لي؟ استني طب بس يا بشرى، خلينا كده اعرف افكر هنعمل ايه. هنعمل ايه يا كامل؟ احنا لسه فكرنا، ما انا بنفكر يا بشرى. طب انت بتفكر في ايه؟ طيب هقول لك، هقول ما اصل لا يمكن يكون ده تصرف واحد من سكان العماره اللي جنبنا زي ما بيقول رفعت، دي حاجه مقصوده. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اكيد ده تصرف مقصود. مقصود كويس. احنا بقى هنعمل ايه؟ نبلغ خمسه. يا فندم ده موبايلها مقفول. يعني ايه موبايلها مقفول؟ احنا بقينا الظهر والهانم لسه ما شرفتش. بالغيب حجيته معايا مسز ماجدة، اكيد في حاجه خارجه عن ارادتها هي اللي اخرتها لغايه دلوقتي. يا سلام، انت شايفه كده؟ يا فندم انا قصدي بلا قصدك بلا زفت. بقولك ايه، اتصلي بيها باي طريقه، الشيكات اللي عندها يكونوا عندي هنا قبل البنك ما يقفل، مفهوم؟ حاضر. اطمني يا حبيبتي، حسني قال لي ان البصمات اللي اترفعت من على التابلوه اتبعتت للمعمل الجديد، وان شاء الله هنعرف مين اللي عمل العمليه. وحتى بابا لو حلل البصمات هيعرفوا مين صاحبها، ده العمارة اللي جنبنا بس فيها اكتر من 20 شقة. وكل شقة فيها 5 اشخاص على الاقل. انا قلبي حاسس ان المسألة مش مسألة الجيران اللي جنبنا خالص. صدقوني انا مش فارق معايا اللي حصل للعربية، انا المهم عندي الشيكات. ايوه هي دي المشكلة. ايوه حنفي ماشي، المفاتيح معرفت. شكرا قوي، مع السلامه. خير يا بابا؟ في ايه؟ لا مفيش، ده حنفي بيقولوا ان هيجي بكره الصبح عشان ياخد العربيه يوديها التوكيل. عربيه ماما؟ ايوه طبعا، امال هتمشي بيها ازاي وهي بالشكل ده؟ اي نبيل، مش انا قلت لك الصبح قولي لمجد ان انا جالي مغص فجاه، مش حاجه المدرسه النهارده. انا احسن شويه. لا مش هاجي بكره، الدكتور قال لي ارتاح شويه. الشيكات معايا طبعا. طب يا نبيل عسلام. طب وبعدين يا ماما هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اعمل عمل ربنا. على العموم بكره الخميس وبعده الجمعه والسبت اجازه عندك في المدرسه،
ان شاء الله خلال اليومين دول نكون وصلنا الحل. يا رب. ايه الروقان ده يا قمر؟ ربنا يروق بالك يا روح قلبي. وحشتيني. انت كمان وحشتيني يا بكاشه. انا برضو اللي بكاشه ولا حضرتك اللي هنا عليكي؟ ما هي حبيبتك ورايحه تقعدي طول المده دي في الاوتيل. معلش يا حبيبتي، انا اصلي كانت اعصابي تعبانه وكان لازم اروح اقعد في الاوتيل عشان اريح اعصابي واريح دادي مني شويه. تريحي دادي منك؟ ده كان متضايق قوي، ده مش قادر على بعدك الجميل. يا سلام يا بنتي يا بكاشه. قولي لي يا مامي، صحيح الكاسيت ده دادي جابهولك ايام ما كنتوا مخطوبين؟ ايوه يا ستي، دادي اللي جايبهولي، وكان جايب لي معاه كمان شرايط عشان اسمعها. شرايط فيها ايه يا ماما؟ شرايط كان مسجلها بصوته. هو دادي بيعرف يغني؟ لا يا حبيبتي، اصل دادي لما راح يعمل الماجستير ما كانش بيحب يكتب جوابات، فكان بيسجل لي كل اللي هو عايزه ويبعته لي على شرايط. ايه بتبصي لي كده ليه يا مي؟ عارفه يا مامي، حضرتك بتحبي دادي قوي وهو كمان بيموت فيكي، رغم فرق السن اللي بينكم مش قليل. ايوه، بس دادي بقت دماغه ناشفه قوي وفي حاجات كتير قوي اتغيرت في شخصيته. يا رب. انا عمري ما اذيت حد، مش عايزه مشاكل تاني مع مجد. يا رب خرجني من مشكلتي. انت قادر على كل شيء. يا رب انت عالم بشدتي، خرجني منها يا رب. اتفضل. صباح الخير يا باشمهندس. انا صباح الخير يا حنان. وديت العربيه التوكيل؟ حضرتك انا كنت عندهم من 8 الصبح. وقالوا لك تكلف كام؟ مقايسه يا حضرتك. طب خليها معاك دلوقتي. دي الحاجات بتاعت الهانم اللي كانت في العربيه. قطع الترابيزه. على فكرة يا باشمهندس، في ظرف لقيته كده على الطابلو مكتوب عليه حاجة غريبة شوية. ظرف ايه؟ الظرف ده حضرتك، شوف مكتوب عليه ايه. دي قرصة صغيرة من ودانك عشان تحرمي تركني عندنا. ما ورتنيش ليه الظرف ده من ساعة ما شفته؟ وانا يا فندم ما خدتش بالي من الظرف ده غير وانا بفضي العربية في التوكيل. يا حنفي، انت ما تعرفش الظرف ده مهم قد ايه. ايوه كامل، هعمل ايه يعني؟ اديني قاعده ساكته. ايه بتقول ايه يا كامل؟ بتكلم جد؟ الشيكات معاك؟ الحمد لله الحمد لله. لا الولاد ناموا، ما اقدرش اصحيهم، دول نايمين بعد الفجر. اهم جم. في يا ماما بتكلمي مين؟ بتكلم بابا حبيبي. الو؟ ايوه بابا. طب انت بتعيطي ليه يا ماما؟ بجد والله العظيم؟ هو في يا جماعه حد يفهمني؟ لقينا الشيكات. بجد والله العظيم؟ طب والله يا بابا الواد حنفي ده وشه حلو علينا. بقول لك ايه؟ خليه يجيب الشيكات ويجي لي على المدرسه. انا بفكر يا ماما تطلعي حاجه وتديها لحنفي، ده حلاوته الحظ. طبعا. دي اقل حاجه ممكن اعملها معاه. تفتكري يا ماما بابا ممكن يكون لحق يوصل المدرسه دلوقتي؟ يا سيدي يوصل براحته، المهم بس يجي ومع الشيكات. طب هتقولي ايه للست اللي اسمها ماجده دي؟ المفروض يعني بعد الشر عارفه انك عيانه. مش مهم هقولها ايه، انا هرميلها الشيكات في وشها. يا ساتر، ده كان كابوس. بقول لك يا بشرى. ايه يا حبيبي؟ الواد عماد ده احواله مش عجباني اليومين دول. صدق كنت عايزه اكلمك في الموضوع ده. على طول بيتكلم في الموبايل، واول ما ادخل عليه يسكت ويرتبك. ايه ده بجد؟ وبعدين طول ما هو قاعد معانا بلاقيه سرحان،
وعايز يقعد لوحده، وبقى عصبي جدا مع اخوه. يا ابن اللي يا عماد. انت بتضحك على ايه؟ انت اتكلمت معاه؟ اصل انا كنت في اوضتهم دلوقتي، بس اتضح ان الواحد ما كانش مجمع خالص. ازاي يعني مش فاهم؟ معقوله مش فاهمه يا بشرى؟ ايه كمل، هي فزوره؟ ما تلاقيمش عليا بقى. يا بشرى يا حبيبتي، ابنك بيحب. يحب ايه بس؟ بلاش تهريك. ما هي دي علامات الحب، العصبيه والسرحان والكلام في الموبايل كتير. انت ايه، نسيتي؟ لا لا، عماد عاقل، عارف لو ايمن كنت صدقت. ده بيحب على روحه، بيموت في البنات. هو العقل ممنوع يحب ولا ايه؟ كامل، انا بتكلم بجد، عماد لسه صغير ومتهيألي ان تفكيره غير كده خالص. انت خايفه تعترف ان ابنك كبر عشان ما تكبريش معاه؟ يا سلام، طب ما هو ابنك برضه، ما انت كمان هتكبر. لا انا متهيألي ان دي مش شخصيه عماد خالص. على العموم ما تقلقيش، ده لسه هيحب مره واتنين وتلاته لحد ما يستقر على الحب الحقيقي. طب ولازمته ايه بقى دلوقتي؟ ما يستنى لما يتخرج ويشتغل وبعدين يبقى يحب على كيفه. بقولك ايه، انا هقعد اتكلم معاه كده بالراحه، هو عماد ما بيخبيش عليا حاجه. على العموم سيبك من الموضوع ده دلوقتي يا ام عماد. ام عماد دي؟ يا مدام كامل. اصل انا بصراحه شايف كده الموضوع صعب عليكي قوي من غير شغال. لا، ما هي مروه هتبعت لي شغالتها ام فتوح الاسبوع الجاي. ايوه بس دي هتيجي مرتين في الاسبوع وتمشي. طب قولي اعمل ايه، دي حاجه مؤقته كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. على رايك، الواحد هنا عايش اليوم بيومه، ما ينفعش يخطط لقدام. ايوه، انا بصحى الصبح اقول يا رب مش عايزه مفاجآت جديده. خلاص الواحد ما بقاش مستحمل حاجه تانية. والله يا سحر انت ما تصوريش فرحتي بمكالمتك دي قد ايه. طبعا طبعا يا حبيبتي، لازم نتقابل في اقرب فرصه. خلاص شوفي تحبي نتقابل فين وانا تحت امرك، عندي هنا في البيت او بره مفيش اي مشكله. اه والله يا سحر، ده انت تبقي خدمتيني خدمه العمر. طب يا حبيبتي ماشي، اوكي يا حبيبتي، باي باي. يا سلام لو اللي بتقوله سحر ده يحصل. انت بتعملي ايه يا بشرى؟ بحاول اشيل التراب من على الشنط. مش بتقولي الشغاله جايه بكره؟ هي هتعمل ايه ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ مش هناكل بقى ولا ايه؟ هو انت مش لسه صاحي من النوم وفطران؟ احنا مش هنفتح الشنطه دي بقى؟ مش وقته يا كامل، لما نفضى شويه ونروق. بقول لك يا بوشه، هو بالنسبه يعني للعلبه دي هتعملي بيها حاجه؟ هعمل بيها ايه يعني؟ كمل على بقيتها. يا ابني انت ما بتشبعش الشوكولاته؟ معلش بقى بابا. تعال هنا. بجد يا بابا ده قناص؟ ده الموضوع بقى مش علبة شوكولاتة، مصيبة. أغبية، أنا فهمت من أول لحظة اتأخرت فيها علبة الشوكولاتة إن فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. المهم دلوقتي حياة هانم، إحنا هنقدر نرجع العلبة إزاي؟ هو ده اللي أنا بخطط له دلوقتي، العلبة دي لازم ترجع في إيدينا بأي تمن عزيز. أنا شايف إن الأستاذ طلال غلط لما قدم استقالته في التوقيت ده. إزاي يا حشمة؟ أنا اللي اقترحت عليه. انت عايز روح في داهيه؟ داهيه ايه لا سمح الله، هو لو كان فضل في شغله كان نفعنا كتير قوي. اخرس انت خالص، انت لو كنت فتحت الكيس وانت لسه في بيتهم اول ما اخدته من جوز بشرى ما كناش بقينا في المصيبه دي. دي فعلا غلطتي انا بعترف، لكن عذري الوحيد اني ما صدقت انه قال لي العلبه موجوده، فدخل وجاب الكيس فاخدته ومشيت على طول. وادي النتيجه، جبت لنا علبه شوكولاته نطفعها والعلبه الاساسيه عنده. انا مش عارفه بشرى وجوزها عرفوا اللي في قعر العلبه وبيلعبونا، ولا الشوكولاته ساحت وانكسفوا مننا، ولا يكونوا اصلا نسيوا العلبه في بيروت، ولا تكون ضاعت منهم. دي تبقى مصيبه، مصيبه بكل المقاييس. ما تحاول تكلمه تاني يا كامل، احنا بقينا بعد نص الليل. ما هو ما بيردش يا بشرى، اعمل ايه بس؟
طب حاول تكلمه تاني معلش يا بابا يمكن يرد. عشان خاطري يا بابا، احسن انا كل ما الوقت بيفوت بحس ان انا خايف اكتر. اهدى يا قايل، خايف من ايه بس يا حبيبي؟ مش بابا بيقول دي عصابه يعني ممكن يخشوا علينا في اي وقت ويقتلوني. ايه الكلام الفارغ؟ هي ايه سايبك؟ بتعمل ايه يا عماد؟ انا بشوف الباب مقفول كويس ولا لا. ما رايك تخبوز اعصابنا ليه على المسا؟ تعالى اقعد يا عماد دلوقتي، عمك حسني يرد وهو هيعرف يتصرف. ايوه يا حسني، انت فين يا عم ده دايخ عليك من الصبح؟ الله يكون في العون. لا خير ان شاء الله. بس انا حسني مش هطول عليك يعني، انا واقع في مشكله كبيره قوي وعايزك تقضي. لا الموضوع ما يستحملش ان انا استنى للصبح. يا ريت. ماشي خلاص انا هستناك. مع السلامه. هيجي؟ ايوه هيجي، بس بصراحه انا مكسوف منه قوي. ده كان عنده اجتماع في الوزاره ولسه راجع بيته دلوقتي، وبعدين لسه مكلمينه في موضوع الشيكات ده. الراجل يقول علينا ايه بس؟ معلش يا كامل، يعني كنا هنعمل ايه؟ ما فيش غير حسني هو اللي ممكن يحل المشكله دي. هي دي مشكله؟ دي مصيبه. حبيتها ولا ما حبيتهاش؟ مش كفايه اغاني بقى؟ اطفي البتاع ده خلينا نعرف ننام. خلاص دي اخر اغنيه هسمعها في الشريط وبعدين هقفلها. يا بنتي كفايه بقى، الساعه قربت على 4 الفجر واحنا ورانا ايه يعني؟ انا بكره اجازه وانت بكره اول محاضره عندك الساعه 12 الظهر. انا دماغي وجعتني، انت ما بتزهقيش؟ عاجبك كده يا فقر؟ اهو طفى. بقولك ايه، انت مش عاجباني. قصدك ايه يعني؟ قصدي يعني ان انت فيكي حاجه كده مش طبيعيه. لا انا طبيعيه وزي الفل، انت اللي عامله زي ست الناظره. انا ما بحبش المسخره والسهوكه. بعدين تعالي هنا، انا عايزه اعرف مين اللي كنتوا راكبين معاه امبارح العربيه انت وصاحبتك ياسمين. ايه ده، انت شفتينا فين وانتوا نازلين من الكليه؟ هيكون فين يعني؟ ده باباها. شفتي زي القمر ازاي؟ قمر ولا قمر ولا حاجه، عادي يعني خالص، هو بس شكله صغير شويه. صغير ايه؟ شويه ده صغير كتير. اصلا انا هشرح لك، هو ومامه ياسمين اتجوزوا اول ما خلصوا الكليه، اتجوزوا عن قصه حب. بس ياسمين مش شبه. شبهه ازاي؟ ده زي القمر. لا هي شبه مامتها الله يرحمها. في ايه مالك انت بتتكلمي كده ليه؟ هو في ايه؟ انت مش بتسالي وانا بجاوب؟ اسال ايه وتجاوبي ايه بس؟ ايه من ساعه ما قعدتي زي القمر، احلى منها، صغير شويه، ايه ده في ايه؟ انا بوصفهولك عادي يعني. الله انت كذاب، انت ما روحتش المصنع امبارح. يعني ايه؟ انت بتتجسسي عليا ولا ايه؟ لا بس ما تكذبش وتقول انا طافح الدم بقالي يومين في المصنع. والله انا حر. لا مش حر يا ماهر. يلا ننام، يلا ننام عشان الحرب ابتدت خلاص. انا عايزكم تطمنوا خالص يا كامل، من بكره الموضوع كله هيبقى في ايدين المباحث. طب لو حد منهم اتصل بينا نتصرف ازاي؟ هما هيفكروا كويس قوي قبل ما يتصلوا بيكم، وطبعا انتوا كمان لازم تتصرفوا بحذر. ازاي يعني؟ هنقعد في البيت مش هنروح شغلنا؟ انا بالنسبه لي مش هروح الكليه. لا يا ايمن يا حبيبي، انت هتروح كليتك عادي جدا، وانت يا مدام بشرى عيشي حياتك بشكل طبيعي جدا. ازاي بس يا حسني؟ اسمع الكلام يا كامل، انا مش عايز اي حد منهم يشك فيكم، وبعدين مش عايزكم تردوا على اي ارقام غريبه عنكم. فعلا هما كل مره بيتكلموا من نمره مختلفه. يا ماما ما هو بيقولك ما تردوش على ارقام غريبه. دول هما بابا. اهدى اهدى يا ايمن يا حبيبي، ده الرائد ثابت، هو كلمني وقال انه جاي في الطريق. هتقوم تفتح؟ لا بلاش، انا خلي عماد يفتح. افتح يا عماد. حاضر يا بابا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا ثابت. اهلا وسهلا ثابت بيه، اتفضل حضرتك. بقول لك ايه يا حشمي، طلال هيوصل النهارده بالليل المطار، عاوزك تروح تجيبه انت وعزيز. انا اللي قلت له يحجز ويجي، احنا لازم نقعد ونشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي. بعدين يا حشمي، مع السلامه. ربنا يستر، دي تبقى كارثه لو الست اللي اسمها بشرى دي بتلعب علينا.
هتجنن يا سمير، مش عارف بقيه الاوراق راحت فين، اختفت كده فجاه. ايه طارت؟ مصيبه ان الاوراق اللي مش موجوده دي هي الاوراق اللي تثبت حق ميري وبناتها. يا سلام بقى لو ميري هانم طالت الاوراق دي، هتضيعنا، هتطلعنا من المولد بلا حمص. وهي طولها زي بس يا منير، دي لو شمت بس خبر عنها كان زماننا وانت في الشارع. هي كانت هتسكت لنا يعني؟ ما انت عارف ست ميري قاعده مستنيانا على الغلطه. كنش اخوك ناجي اول ما بدا يتعب شال الاوراق دي من الخزنه عشان يحفظ حق بناته؟ ما افتكرش. اخوك ناجي ما كانش عارف انه هيموت، كمان ده كان طيب وما كانش مدينا اخوانا. بس الاوراق راحت فين؟ ده انا قلبت عليها الشركه حته حته. احنا بقوم من النوم مرعوب يا سمير، بيتهيألي كده ان انا بشوف ميري لقت الاوراق ديت وجت الشركه وطلعتنا وبقينا في الشارع وخربت بيتنا انا وانت. انا عن نفسي مطمن على الاخر، نجا الله يرحمه كان عامل لنا توكيلات عشان نخلص بيها الشغل، ودينا ماشيين بيها لحد دلوقتي. هنخلص شويه الشغل اللي معانا ونبيع المكتب وننقل على اي مكان تاني، لا من شاف ولا من دير. اخبار شامل ابن عمك ايه؟ من ساعه ناجي ما مات محدش شافه. يا كامل يا اخويا الموضوع مش زي ما انت فاهم، الموضوع اكبر من كده بكتير. ما انا عايز افهم مرتضى، الله يخليك. البيت بقى عندي كله متوتر، وخاصه بعد موضوع كسر العربيه والشيكات ده. انا ايمن ابني مرعوب ومسبب لامه الرعب. ما تخافش، هو ايمن بيروح كليته ازاي؟ بيروح مع عماد، ما هو عماد بيسوق. كويس كويس قوي. طيب الموضوع وصل لغايه فين دلوقتي؟ شوف يا كامل، انا ما كنتش عايز اقول لك، احنا حاطين مخبرين عندكم قدام العماره. مخبرين؟ ايوه. مالك اتخضيت كده؟ لا ابدا مفيش، ولا اتصدت ولا حاجه. اكتشفنا بعدها ان العصابه كمان بتراقبكم. معقول؟ طبعا. انت فاكر ان دي ناس سهله؟ دول عصابه بيهربوا الماس. طيب وبعدين؟ ابدا، احنا استغلينا الحكايه دي وخلينا واحد من رجالتنا تتبع واحد منهم لحد ما عرفنا مكانهم. طيب كويس قوي. فين؟ اكتشفنا يا سيدي ان مقرهم فيلا في المقطع. هايل، يعني قريب هنسمع خبر كويس. لا اصبر عليا شويه، الموضوع لسه ما استواش، احنا يا دوبك مسكنا اول الخيط. السلام عليكم. ازيك يا عطل؟ ازيك يا منى؟ مين ده؟ تصدق ان انا معرفتكش؟ ده انت بقيت كده ولا تامر حسني؟ انت ايه اللي عملته في نفسك ده كله؟ ايه التغيير ده؟ والله الباشمهندس كامل اداني الطقم ده، رحت للحلاق شويه جل بقيت في الستايل ده. والله ونضفت يا حنفي. لا بقول لك ايه، عندك انا طول عمري قيمه وسيمه برنس. بس تقول ايه بقى في الايام الكحله اللي انا شفتها؟ يا نهار ابيض، دي كانت ايام منيله. ليه؟ هو انت كنت بتشتغل ايه قبل ما تيجي هنا؟ انا هقول لحضرتك كان بيشتغل ايه؟ كان بيغسل عربيات، يمسح سلالم، يجيب طلبات، وفي الاخر يلم الزباله. بواب يعني؟ يا ريت، ما حصلتش حتى بواب. تقدري تقولي كده مساعد بواب. مساعد بواب؟ هو البواب بقى ليه مساعد؟ اه والله. تقولي ايه بقى في الدنيا لما تكشر لحد؟ يا نهار ابيض، اجارك الله. بس انا حاسس بقى انها ابتدت تضحك لي جامد. المفروض اي حد يسال علينا لازم تعرف هو مين وعايز ايه. ما هو ده اللي حصل يا باشمهندس. ما شاء الله ما شاء الله، وفاهم شغلي كويس. ده اللي حصل مع اللي اسمه طمان بيه. سالته عاوزهم في ايه واسمك ايه، قال انا عاوزهم في حاجه مهمه قوي. لا انت ما قلتش الموضوع ده الا لما انا سالتك. المفروض لما جه اول مره يسال علينا كنت تقول لي في نفس اليوم. معلش يا باشمهندس، امسحها فيا المره دي. والله والله انا اخر مره شفته نازل من عندكم وشايل في ايده كيس. انا بقى اطمنت وعرفت انه تبعكم ومش غريب. لا تبعنا ولا زفت. اهو طمان ده بالذات لو سال علينا مره ثانيه او اي حد غيره يعني لازم تقول لي على طول. فاهم ولا لا؟ فاهم يا باشمهندس. خد امسك، انا عارفك ما بتمشيش الا بدول. ولازمته ايه بس الكلام ده يا باشمهندس؟ لازمته ايه؟ وادي الكارت بتاعي، اي حد يسال علينا تتصل بي على طول وهدي لك ثمن المكالمه. هو حضرتك مصر برضو ان انا راجل ناقص؟ اهل اليوم اللي جايه بقى دي هتثبت اذا كنت راجل جدع ولا زي ما بتقول كده. انا عاوز اقول لحضرتك ان شغلتي هنا ان احرس العماره وسكان العماره، وهثبت لحضرتك الكلام ده. ما بناخدش منك غير كلامه بس. سلام.
شكلك بقى زباله. ما شاء الله ما شاء الله يا رفعت، لازم تعمل حاجه تثبت فيها للبشمهندس انك جدع. انا متوتر الان، ما بعرف شو عم يصير معي. استنى بس لما اشوف عزيز عمل ايه. حطيت عليهم مراقبه عزيز ولا لسه؟ طبعا حياتي هانم، انا حطيت عليهم من يومين ناس شداد قوي. من يومين بس؟ انت هتفضل طول عمرك غبي كده؟ ما هو كان لازم الاقي حد اثق فيه ولا كلنا هنروح في داهيه. قول لي يا عزيز، هم احوالهم عامله ازاي؟ بيتصرفوا ازاي؟ مين بيخش لهم البيت؟ والله انا شايف ان احوالهم طبيعيه، كامل وبشرى بروح شغلهم والعيال بروح الكليه. يا جماعه انا حاسس انهم ما بيعرفوا شو موجود بالعلبه. انا بعرف بشرى ست كثير منيحه ومالها بكل هالشغلات هي. عشان كده ضيعتنا معاك واستأمنتها على علبة. شو كان بدك ياني اعمل؟ خفت يشكوا فينا بالمطار، قلت انا هي وجه جديد ما حدا بيشك فيها. يا جماعه انا شايف ان احنا لازم نتصرف وبسرعه قبل ما ننكشف، لان في احسن الاحوال لو هم مش عارفين العلبه فيها ايه ورموها ولا تصرفوا فيها احنا كده هنروح في 60 داهيه. شو يرموها ويتصرفوا فيها؟ الكارثه بتكون وقعت على راسنا كلياتنا جميعا. ده لو عنياتهم زي ما انت بتقول. شوف يا مدام زينة، أنا هكلمك بكل صراحة. يا ريت يا دكتور. خير يا دكتور، في حاجة؟ لحد دلوقتي مفيش أي حاجة الحمد لله يا دكتور، لكن المشاكل ممكن تحصل لو فكرت في أي عملية تانية على الأقل دلوقتي. يعني عملية الأنابيب مش هينفع أعملها زي ما حضرتك بتقول؟ يا مدام نفين، بصراحة الأشعة بتقول ما نعرفش نعمل أي حاجة دلوقتي إلا بعد مرور فترة من العلاج. طب وهي الفترة دي هتاخد وقت قد إيه يعني؟ ربنا يسهل يا نفين، بلاش القلق اللي أنت فيه ده. أيوة، أو القلق ده بقى يا مدام هو اللي جايب لي كل المشاكل الخاصة بالإنجاب. يا دكتور أنا متجوزة بقالي أكتر من 15 سنة وما بخلفش، إزاي بقى مش عايزني أبقى قلقانة؟ والله يا أستاذ عمرو، في ستات خلفت بعد مرور اكتر من 20 سنه. وبعدين يا مدام مشكلتك مش كبيره قوي. لا انا بتجيلي حالات اصعب من الحاله بتاعتك وبيتعالجوا وبيخلفوا باذن الله. يا رب يا دكتور. طيب في دواء هاخده يعني في فتره العلاج دي؟ طبعا انا اكتب لك على شويه اعشاب وشويه مقويات ويستمر العلاج لمده شهرين، وان شاء الله تيجي تعملي اشعه تاني ونقول لك الف مبروك. شهرين؟ صباح الخير يا شهاب، مالك قاعد كده ليه؟ مفيش حضرتك، اصل والدتي تعبت قوي واختي نقلتها المستشفى من شويه. يا ساتر يا رب، طب ما تستاذن وتروح لهم. ما انا حضرتك حاولت استاذن، ميسز ماجده قالت لي ما تسيبش مكانك غير لما يجي زميلك ويستلم منك. طب وزميلك جاي امتى؟ ما انا اتصلت بيه زمان على وصول. طب اول ما يوصل تعالى لي المكتب وانا هوصلك بعربيتي. لا لا يا استاذه ملوش لازم، ما تزعجيش نفسك. ازعج نفسي في ايه بس؟ على الاقل اطمن على والدتك. والله حضرتك ملوش لزوم، ده حتى المستشفى في حته وحشه قوي وحضرتك مش هتلاقي. وبعدين بقى امسك يا شاب، خلي دول معايا. والله العظيم مستوره يا استاذه، ربنا بلاش لماضه بقى. والله انا ما عارف اعمل ايه مع الست دي، ما استاهلش. انا مش عايزك تقلق ابدا يا حاج، احنا اتفقنا على ميعاد نسلمك فيه العمارة، وان شاء الله هتسلمها في الميعاد بالظبط زي العروسة. طبعا كل طلباتك هتتنفذ ان شاء الله. عموما يا حاج ده اول مره تتعامل مع شركتنا، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. طبعا طبعا يا حاج. لحظه يا حاج، خليك معايا. ايه في ايه يا منى؟ في واحد اسمه الاستاذ رمزي عايز حضرتك بره. رمزي؟ خليه اتفضل. ايوه يا حاج. لا لا مش مشغول ولا حاجه، ده بس واحد نسيب جاي يزور. ماشي يا حاج، خلاص انا منتظرك في الموقع. تنور طبعا يا حاج. الف الف سلام، مع السلامه. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ايه يا عم رمزي يا راجل وحش، اتفضل استريح. انت ايه مشكله عشان اشوفك؟ انا تحت امرك، بس انت عارف يعني الشغل ما بيرحمش. ربنا يعينك. واخبارك ايه بقى؟ وحشتنا يا رجل. ربنا يخليك وانت كمان. والله تشرب ايه؟ لا لا متشكر قوي، مفيش داعي يعني، انا مش هعطلك كتير، شويه كده بقى. تقوم ايه يا راجل؟ ده انا ما صدقت لقيتك.
انا شخصيا انا عايز اشرب قهوه تشرب معايا. خلاص طالما مصمم نشرب قهوه. ايوه منى اعمل لنا اتنين قهوه. ثانيه واحده. مظبوط. مظبوط. صباح الخير يا عم رافع. وانتي وهيجي من الخير ليه بس كده يا عم رافع؟ ما شاء الله ما شاء الله. استعبطي يا بنت استعبطي. بقول لك ايه يا بنت يا رابع، وديتش الحاجه اللي سرقتيها فين؟ هو انا يعني عشان اخدت كم معلقه ابقى سرقت؟ دي ناس مفتريه صحيح. طب يا اختي كنت تديني معلقتين ولا شوكتين. احنا يا اختي غلابه زي بعض. ما شاء الله ما شاء الله. جرايه يا وليه يا خرفانه انتي. عاوزه تودينا في ده ايه؟ يقولوا علينا ايه؟ بنولس مع الشغالين اللي بنجيبهم. بقول لك ايه؟ ده انت كده مش طايق لي كلمه من صباحيه ربنا، انا بقى هسيبها لك مخدره. واد يا محمد، تعالى هنا يا واد لما احميك. لا مش عايز استحمى، انا عيان. وجيني، وجيني لو ما جتش دلوقتي لا هنسل الشبشب ده على دماغك يا واد، تعالى هنا يا واد، اسمع الكلام. انت يا اختي يلا اتكل على الله من هنا زق عجلك. اديني فلوسي الاول. ما شاء الله ما شاء الله. فلوس ايه؟ نعم. انت مش واخد 50 جنيه عشان تشغلني؟ ما انا شغلتك وانت ما سطرتش حيك مع الناس. طب بقول لك ايه، ما تجربني تاني واديني عرفت غلطتي، مش هعملها تاني. طب هاتي 50 جنيه. يعني كل المشكله اللي بينكم انها اهملت نفسها وبقت عصبيه. لا مش كده وبس، واهملت فيا انا كمان كزوج. فانت بقى قلت خليها تغير عليا وعملت نفسك عايز تتجوز. طب قول لي لو انت مكاني هتعمل ايه؟ طبعا لا يمكن اعمل كده. ما تزعلش مني، انت غلطت. غلطت في ايه بس؟ ما هي كل الطرق ما نفقتش معاها. شوف يا رمزي، انا فكرت في مشكلتكم كتير وما لقيتش غير حل واحد. حل؟ ايه هو؟ نهد مراتك معاها شهاده ولازم تشتغل. تشتغل؟ تشتغل ايه وفين؟ تشغل اي حاجه. يا اخي الستات النهارده بيلاقوا فرصه للشغل اكتر من الرجال. انا معاك، بس الاولاد هنعمل فيهم ايه؟ توديهم حضانه ويتبهدلوا؟ يا سيدي ولا هيتبهدلوا ولا حاجه. البركه في الست والدتك، ربنا يديها الصحه، والحاجه كمان موجوده لحد ما يكبروا ويروحوا المدرسه ان شاء الله. والله يا كامل انت فاجئتني بحكايه الشغل دي. طب سيبني افكر. لا مش هسيبك تفكر، خلينا نتفق دلوقتي يا حبيبي. خلينا نخلص بقى من المشكله دي وتروق لشغلك، وهي كمان تبطر الهبل اللي بتعمله ده. Give this.
حاول.